نلتقي مرة أخرى مع الإخوة الأفاضل في هذا الشهر الفضيل مع حديث وعبرة. نقف مع حديث، فقد روى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسها أو معتقها أو موبقها. أيها الإخوة، هذا الحديث من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤدي فريضة الصيام نقف مع هذا مستهل هذا الحديث. الطهور، ما معنى الطهور؟ الطهور من طهارة الحدث والخبث، لكن الطهور هنا نعني به أن يتطهر المسلم من كل ما لا يليق به كمسلم ظاهرا وباطنا، أن يتطهر من كل الأمراض ومن كل الآفات التي تحجب قلبك عن الحق سبحانه وتعالى. الطهور شطر الإيمان والحمد لله، أي أن تثني على الله بما هو أهل الله. وما أظن أن قلبا عليه الران وأثقلته الذنوب والأحقاد والأضغان يمكن أن يثني على الله عز وجل بما هو أهل الله. والحمد لله والحمد وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأان ما بين السماوات والأرض، والتسبيح وتقديس الله عز وجل بالإقرار له بكل صفات الكمال وتنزيهه عن كل نقص سبحانه وتعالى. ولذلك قال: سبحان الله تملأ الميزان، والصلاة نور، والصدقة برهان. هذا بيت القصيد عندنا، أن الصلاة نور، أي أن الصلاة إنما هي وسيلة لكي يستمد الإنسان نور من نور الله عز وجل ليمشي به في الناس. ألا أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد؟ والصدقة برهان، والقرآن حجة لك وعليك. ما معنى الصدقة برهان؟ هذه هي بيت القصيدة. الصدق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في رمضان بالإكثار من القرآن والإكثار من الإنفاق، ويكون أجود من الريح المرسلة. وحينما نتحدث عن الصدقة، فإن الصدقة هي العربون الحقيقي عن إيمان المسلم. فإنك حينما تتصدق، كما في الحديث: إن أحدكم إذا تصدق بصدقة فكأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. والصدقة هي البرهان الحقيقي على أن المسلم حقا يؤمن بالله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أجر كريم؟ وحينما تقرض الله قرضا فإنك تعلم أن الله عز وجل لن يضيعك. ولعل هذا هو المقصد الشرعي للإسلام لما سن الصدقة، لما سن إن في المال والصدقة لا نعني بها الزكاة، لأن في المال حقا سوى الزكاة، والذين هم لأماناتهم والذين يصدقوا بالبدن. فحينما شرع الإسلام البدل والعطاء، إنما يريد أن يربي المسلم على سلامة الصدر وعدم تربية القلب على الدنيا، وعدم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. فإن الإنسان ينفق، الذي ينفق وهو مقتر وهو في ضيق، لا يمكن أن يمسك إذا بسط الله له في الرزق، والعكس الذي ينفق إذا بسط الله عليه لا يمكن أن يوقف الصدقات فيما بعد. ولذلك يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه، أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالإنفاق أيها الإخوة هو العربون الحقيقي عن إيمان المسلم، وهو الذي يجربه بالمنقوش والمنفوش يظهر لك الصافي من المغشوش. إذا كان العرب في قبل الإسلام يمدحون الإنفاق ويذمون الإمساك، ولو أرسلت بثينة يوما تبتغي يميني ولو عزت علي يميني لأعطيتها ما كان يبغي يمينها، وقلت لها بعد اليمين سليني سليني مالي يا بثينة، إنما يبين عند المال كل ضنين، أي كل بخيل. ولا أريد أن أطيل، نقف مع قصة نقها الإمام الشوكاني في كتابه الشيق البدر الساطع في محاسن ما بعد القرن السابع في المجلد الأول، ربما 84 صفحة. ذكر قصة لمزارع يماني. هذا المزارع كان فلاحا وكان ربانيا، بسط الله له في الرزق فبنى مسجدا إلى جانب الطريق، وكان ببلدة حمراء،
وكان كل ليلة يسرج فيه السراج، يأخذ معه بعض الأكل للعشاء، فإذا صلى معه أحد أكل معه، وإلا أكل وأقام الليلة. وبقي الأمر كذلك إلى أن غارت المياه في الآبار، فأراد أن يبحث ويمتح بئره لعل الماء يرجع منه بعض الشيء، فذهب إلى ذلك البئر وأبناؤه يأخذون عليه التربة التي يأخذها من قاع البئر، لكن شاء الله أن ينهدم عليه هذا البئر. لما انهدم البئر ما زادت الأبناء إلا أن ترحموا على الوالد الله يرحمه، وذهبوا وأقاموا له مأثما، ثم فرقوا التركة وذهب كل إلى حاله. وبعد 6 سنوات لما أغاط الله تلك البلدة بالمطر وبالغيث أرادوا أن يعيدوا مجدهم، فذهبوا لكي يمتحوا ذلك البئر لعلهم يرجعون إلى العهد الذي كان قبل أن يقع ما وقع لأبيهم. وبينما هم يأخذون الأتربة في البئر، ولما وصلوا إلى القاع وجدوا الرجل بلحية كثة، فاستغربوا قصته وقالوا ما لك، ما الذي حدث؟ قال لهم لما انهملت وانهدم البئر بدالي غار في قاع البئر، فيممته فإذا بخشبة عريضة حبست عني كل الردم، حتى إنني ما أكاد أستبين أصابعي من فرط الظلمة، فإذا بسراج يسرج، ولا أعرف الفرق بين الليل والنهار إلا بتلك الأكلة التي تأتيني مرة في يوم، فعلمت أن تلك الصدقة التي كنت أذهب بها إلى المسجد هي التي أغادتني هنا، وأن المسجد هو ذلك الغار الذي تجسد، والسراج هو ذلك الذي أسرجه. فاستغربوا لهذا، ولقد كانت هذه القصة معروفة عند أهل اليمن في ذلك الزمان رغم قلة الاتصالات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا، آمين. والحمد لله رب العالمين.